طيب زي ما ذكرت لكم بخصوص الباراميتر تونينج، تونينج انه انت ممكن انه يكون عندك انه انت تضبط هذا الكلام في نستد لوب، بيكون من الصعب عليك انه انت تعمل هذا الكلام، فبالتالي بدك طريقه انه هي تعمل سيرش لاكثر من باراميتر انه ايش هي البيست فاليو اللي موجوده فيه. فممكن تستخدم هذه الوصفه، انت عندك هنا اسكي ليرن موديل سيلكشن جريد سيرش سي في، والسي في بتعني كروس فاليديشن، فهو بيستخدم الكروس فاليديشن برضه كطريقه في الموضوع. فالان كيف ممكن انه انت شوف الوصفه عندك هنا، هي عامل لود للايريس داتا سيت، ايش حط البارامترز؟ حط البارامتر هنا اسم البارامتر ككي، تمام، والفاليو تبعته او الفاليوز تبعته هي عباره عن الفاليو لهذا الكي كوما، البارامتر الثاني اسمه سي والفاليو تبعته 0 و10، تمام بهذا الشكل. فبالتالي هنا رحت عرفت اوبجكت من الكلاسيفاير اللي هو سبورت فيكتور ماشين، تمام، ورحت استدعيت الجريد سيرش ايش اديته الالجوريثم بالاضافه للبارامترز تبعته، تمام. فبالتالي هنا بعمل فيت للايريس داتا والايريس تارجت اللي هي الاكس والواي، هذه بارامترز للاس في سي بالضبط، انه هو برا بجرب انه ايش افضل، بده يجرب كل الكومبينيشنز، مره بجرب انه الكيرنر لينير والسي واحد، حيجرب حيطلع اربع كومبينيشنز عندك، والمره الثانيه لينير مع السي 10، هذه السي ممكن تكون هي عباره عن رينج على ما اعتقد، هلقيت حنشوف، تمام؟ والمره الثانيه حيجرب انه يكون الكيرنل ار بي اف مع الواحد ومره مع العشره، تمام؟ اوكي. فبدي اياك تستخدمها هذه في الهاوس برايس، في الهاوس برايس انت ممكن تستعين عندي هنا بكيرنل، تبحث عندي على جريد، جريد سيرش سي في، هي حددنا الـ number of estimator هو عبارة عن range، وحددنا الـ learning rate عبارة عن range، فهي الـ range تبع الـ number of estimator 100 200 300، الـ learning rate حطيت 5 من 1000، 1 من 10، 15 2، وهكذا، تمام. فهدول الـ 2 parameters، فحطيت الـ parameters أنا عندي كـ dictionary زي هيك، الـ number of estimator هي الـ values تبعته، والـ learning rate هي الـ values تبعته، تمام. هاي الكمالة تبعتها زي هيك، تمام؟ فهنا عرفت اوبجكت من الجريد سيرش سي في، ايش اديته؟ الاستيميتور هو عبارة عن الالجوريثم اللي هو الاكس جي بي ريجريسور، واديته البارامترز، فحيدور في ايش البارامترز؟ اللي هو الليرنينج ريت بالظبط. ممكن انه انت هنا تعرف له اياه كديكشنري، هاي شايف انا معرف له اياه هنا كليست، تمام، وهنا حاطط ديكشنري كي وفاليو زي هيك. ممكن تضيف الماكس ليف نود، وممكن تضيف التري ديبث، فبالتالي عندك اربعه بارامتر، فبدال ما تعمل اربعه نستد لوبس هو لحاله بروح ما عمل لك هذا الكلام كله، تمام. و اعطيته السكورينج زي الكروس فاليديشن اللي هو نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، واديته النمبر اوف جوبز 4 والفولدز 5، نمبر اوف جوبز 4 لانه بالضبط، تمام.
فالآن يعني أنا ممكن يعني أعطي لك هاي زي هيك، تمام؟ بتجرب بقية البراميترز، ودي أدي لك الجزء الثاني من الكود اللي هو وفي عندك الجزئية هذه اللي بيجيب لك البيست باراميترز. تمام؟ هنا الليرنينج ريت انا بدي اقلل الرينج تبعه، بس لانه مجرد انه انت بدك انه انت تعرف ايش هو، يعني كيف شكل السينتاكس تبعها. تمام؟ هذا يفترض انه انت تعمله في لوب برا، في ليست برا، يعني هذه ممكن تعملها انت عندك زي هيك، ليست رينج بيبدا من ال 100 لغايه ال 1001 والستيب 100 زي هيك. تمام؟ والليرنينج ريت زي ما انا عملتها برضه نفس الفكره، تعملها ليست range في يفترض انه تكملة البوست هذا زي هيك. الباراميتر الثاني هيو هذا learning rate برضو هيك افضل، برضو لستة اللي هي زي ما احنا عاملينها هنا نعملها كلوب زي هيك، اوكي، هي عبارة عن لستة like this. اوكي، بدي اياك تجربها الان على ال house price prediction. ممكن تجربها على انت في عندك two competitions في ال house price، ممكن نجربها على العادي وعلى هاي، وبدي اشوف السكور تبعك. خلينا نجربها على هاي الكومبيتيشن. هنا تروح على الكومبيت على الهاوس برايس بريدكشن فور كاجل ليرنرز، تروح تعمل لي كيرنل جديده، تمام، نيو نوت بوك، تمام، وبتعمل جريد سيرش للباراميترز هذه وبتشوف ايش النتيجه اللي طالعه معك. هاي الجريت سيرش بالراندوم فورست، تمام، 17000. صحيح، بس يفترض انه السكور اذا انت مش مغير في الكود مش حيكون اختلاف كثير. تمام، خليك معي ثواني يا استاذ للتركيز، تركيز على الموضوع. الان زي ما حكيت انه الان قراءه البيانات اللي هي من ناحيه انه الاكس فول داتا والاكس تيست فول وللدروب للسيل برايس، هذه 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 بدك تفهمها هاي الجمله. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انت احذف لي السجلات اللي فيها ميسنج بس في عمود واحد، لو كان في ميسنج في اعمده ثانيه لا خليها. اللي هو ايش هو العمود؟ اللي هو السيل برايس. ليش؟ لانه هو التارجت، ما ينفعش يكون ميسنج. تمام؟ الان يعني تقسيمة الترين والتست هيها زي ما هي زي ما تعودنا. الآن بروح بعمل امبيوتيشن للبيانات لأنه فيها ميسنج، لأنه الراندوم فورست ما بتقبلش إنه هو يكون في عندي ميسنج. طبعًا الامبيوتيشن هنا بعرف اكس ترين امبيوتد، طبعًا بحطها في داتا فريم لأنه الامبيوتيشن يا محمد هذه بترجع لك يعني التايب تبعها مش داتا فريم، فعشان هيك بحطها بي دي دوت داتا فريم، بحط الامبيوتر هذا اللي انا حطيته. تمام، فت ترانسفورم، فت ترانسفورم بتعمل خطوتين، تحسب المين وبتروح تستبدل. ممكن تتغير الاستراتيجي هنا وتشوف قديش كل مره بجيب لك السكور، مره تغير انه الموست فريكوينت
مرة بتغير المود، مرة بتغير المين، وبتدي له الاكس ترين. فالان البيانات اللي امبيوتد هيها حطيتها في داتا فريم جديد، لو انت عرضتها هتلاقي الاعمده اسمها الاعمده كلها راحت. فكيف ترجع ترجعها؟ الامبيوتد اكس كولومز، الاكس ترين امبيوتد كولومز بتساوي اكس ترين كولومز، اعرضها بتلاقي انه الاعمده رجعت زي ما هي. الان البارامتر في الراندوم فورست ما فيش لابنينج ريت، حطينا نمبر اوف استيميتور، ماكس ليف نود والماكس ديبث، تمام. الان هدول الكومباينيشنز تبعتهم برضو عشان نزغر ما تطولش معايا الاكسبيرمنت، حطينا لغايه ال 500 تمام. هيو طلعنا عندي رينج اكثر، 100 200 300 400 500، والماكس ليف نود من 16 لغايه 56، والماكس ديبث من 16 ل 56. بنجرب، بعرف الراندوم، بعرف اوبجكت من الجريد سيرش اللي هو حيدور بين كل الكومبينيشنز تبعت هاي البارامتر، تمام. هاي بديله الاستيميتور، الاستيميتور المقصود بها الكلاسيفاير الريجريسور. بالاضافه للبارامترز انا عندي ثلاثه بارامترز اللي هي الاستيميتورز، ماكس ليف نود، ماكس ديبث، وهنا بحط النمبر اوف جوبز 4 لانه في الكيرنل على كاجل في انا عندي 4 بروسيسور، سي في 5 كروس فاليديشن، وهنا الفيربوس حكينا انه حط اي رقم اكبر من الصفر، صفر معناها هي الديفولت فاليو، بيظهر لك ايش تفاصيل شو بصير انت عندك، لانه انت قاعد بتقول ران طول يا استاذ، وانت بطبيعه احنا بطبيعتنا يعني فيش عندنا صبر، فبدك انه ايش يظهر لك البروجرس، فبدك تحط انه مستوى، كل ما زودت الرقم هذا بزود لك مستوى التفاصيل في الرسائل اللي بيطلع لك اياها، تمام. فالان نعمل فيت، فهو راح يطبق هذا الكلام. ايش بحكي لك؟ بحكي لك انت عندك 5 فولدز وعندك 180 كانديديتس. ايش هم ال 180 كانديديتس؟ اللي هي كومباينيشنز بين الثلاث شغلات هذول، هاي وهاي وهاي. لو جبت التوليفه بين هذول كلهم بيطلع 180، بالاضافه ل 5 فولدز، 5 في 180 بيطلع عندك 900 اكسبيرمنت بده يسويها، بده يقسمها على 4 بروسيسورز، يعني كل بروسيسور حياخذ عندك 900 على 4 تقريبا 5 في الكورباديشن، صحيح. هاي السي في 5، تمام. فهجيت بيجي بحكي لك انه انا خلصت من 900 400 تاسك، 24 اخذت مني 16 سكند، بعديها خلصت ال 64 طبعا انكريمنتال، وهدول لغايه الان 41 120 92 لغايه لما اخر حاجه يقول لك خلصت 900 من 900، واخذ مني 11 دقيقه. انا لسه مزغر الرينج هذا، بس اخذ 11 دقيقه. فانا حكيت لك انه انت ممكن انه انت كل ما تكبرت كل ما باخذ وقت اكبر بكثير، فانت بتظبط هذا الامور وبتحطه يشتغل 3 ساعات وبتروح تعمل لك شغله ثانيه وبترجع عشان تشوف ايش النتيجه. بنجيب البيست باراميترز، البيست باراميترز طلعنا عندي في الماكس ديب 56، والماكس ليف نود طلع برضه 56، والنمبر اوف استيميتور 200، تمام. بروح بعرف الفاينل موديل بهدول الباراميترز، شايف جبتهم اوتوماتيك، تمام، لانه انا عرفتهم هنا في متغيرات بيست بيست بيست. وبدنا نعمل امبيوتيشن على تيست داتا، بس بدي اتجنب الغش. كيف بسوي يا محمد؟ بروح بعرف اكس تيست امبيوتد، بخزنها في وحده لحالها لانه هذيك بدي اخليها انتشت بي دي داتا فريم، لانه الامبيوتيشن بيرجع ليش داتا فريم، فبدي اعمل له كاستنج لداتا فريم. امبيوتر دوت ترانسفورم، هيك انا ما غشيتش، هيك بروح بستبدل المتوسطات اللي انا حسبتهم من الترين، لانه في الترين انا عملت فيت وترانسفورم، عملت فيت فاوريدي عنده المينز موجوده، تمام. فهنا بروح بس بستبدل المتوسطات اللي جابهم من الترين وبحطهم وين في التست، وخزنتها في، قلت له انه اللي جابهم من الترين لانه الامبيوتيشن فيها خطوتين، فيها فيت، فيت بتحسب المين، ترانسفورم تستبدل، فيت ترانسفورم تعمل الخطوتين تحسب المين وبتستبدل. انا ايش استدعيت هنا؟ استبدال،
حساب المين تم فوق من الترين هاي نرجع هنا فت الترانسفور لا مستخدم نفس الامبيوتر هايو مستخدم نفس الامبيوتر ما عرفتش امبيوتر جديد نعم اوكي رجعت اسماء الكولومز القيت عليه نظرة تمام هاي هيك الامور تمام الان بعمل بريدكشن على الامبيوتد داتا لانه الراندوم فورست انا جربتها ما بقدرش ميسنج لازم اعمل هاندل للميسنج وبكتب البريدكشنز هدول على فايل تمام وبعمل سبميت السبميت هي اخذ معي 17000 بس الفكره في الموضوع هنا مش انه قديش السكور انا بدي اياك تصل لمرحله انه انت يكون في عندك وصفه ظابطه ترفع السكور هذا موضوع تاني بتوسع الرينج بتعدل في الكود شوية بس بدي تكون الأمور انت عندك الوصفات ظابطة من الآن فصاعدا أنا ما ببلش منك انه انت تيجي تقول لي انه والله ما عملتش سبميت لسكور لأنه مش ظابطة معي الأمور في عندي ايرور في الكود بدك لا بدك تتجاوز هذه المرحلة بدك تحل كل البجز اللي موجودة عندك والأسلوب زي ما حكيت لك انه انت بتجرب انت عندك رينج صغير للبيانات بتجرب الوصفه كلها شغاله بعطيها بتعمل رن وسيف للاول يعني وبتسيبه ساعات بتغيب عليه وبتشوف ايش بيطلع معك السكور هذا الامر طبيعي في الماشين ليرنينج في بناء الماشين ليرنينج موديل يعني عادي انه انت تسوي شغله زيك اوكي